شيء جميل، وزي ما بقول لحضراتكم ده شيء المفروض يكون طبيعي، يكون عادي، ويكون ان احنا بنقول للناس في الوطن احنا كلنا سواسيه، كلنا لينا نفس الحقوق، كلنا بندفع نفس الضرائب، وكلنا بندافع عن نفس الوطن. ولذلك ياتي اليوم اللي اخواننا الاقباط يشعروا فيه بالامن والامان، يشعروا فيه بالمساواه، يشعروا فيه بانه المجتمع بيحاول بقدر إمكان إنه الأصوات القبيحة تتوارى. يعني أعمال زي دي عندما تفتتح كاتدرائية أنت بتخلي أصوات كثيرة متطرفة تموت، بتقضي على الأصوات من الجانبين، على فكرة مش من جانب واحد، هناك متطرفين من الجانب المسلم وهناك متطرفين من الجانب المسيحي، وتأتي وتقول لقد حاولت بقدر الإمكان إن أنا أأمن هذه الصلوات وهذه الكنائس في الأيام السابقة لكي يستطيع إخواننا المسيحيين أن يقيموا صلواتهم بأمن وأمان. تحية لكل إخواننا الأقباط على شجاعتهم وعلى حبهم للوطن وعلى تضحيتهم. السيدة الفاضلة التي وقفت وسط كلمة الرئيس وهتفت تحيا مصر هزتنا كلنا، هي تحيا مصر، لا قالت لا تحيا الصليب ولا يحيا الإسلام ولا يحيا، هي ليست طائفية ولكن هي مصرية، هي وطنية. فلما قالت تحيا مصر هي كل الناس اهتزت لما سمعت هذه العبارة داخل الكنيسة، داخل المكان يعني اللي تم افتتاحه جزئيا اليوم، الكاتدرائية اليوم تم افتتاح جزء منها، وحضرة سيادة الرئيس. كل سنة وانتم طيبين، ويعدي أعيادكم إن شاء الله بأمن وبأمان وعلى خير. ويعني الواحد يشعر دائما بكثير من السعادة وكثير من الاطمئنان، وبيشعر انه اخواننا الاقباط بيقدروا يقدروا، بيقدروا يفهموا الوضع اللي احنا فيه، الاستهداف والغرض من الاستهداف، وليه بيتم استهداف الاقباط، كل هذه الاشياء احنا تجربنا يا جماعة. انت عارف زي ما تجرب الحديد كده، تخبط الحديد وتجربه وتشوف صلابته، الوطن ده تم تجربته اكثر من مرة. كانوا متخيلين انه يجي حد يعمل ده فتنهار الدنيا وتقع الفتنة والناس تمسك في بعض؟ هذا وطن تم تجريبه كثيرا كثيرا، ناس كل مرة تكتشف انه قوي وقادر على الاستمرار رغم كل التضحيات، رغم كل التضحيات. وننتظر قيامة الأموات حياة الأرض. إن جشت بالخارجين يا أصادي زندني رفمور إن بيقول خنت بيقول استيو طبعا حتستمر الصلوات والأفراح حتى منتصف الليل، ويعني يقضي إخواننا المسيحيين عيدهم إن شاء الله في سلام وفي محبة.